السلام عليكم. النهاردة اليوم الـ12، متوسط وزن الكتاكيت بتاعتنا 420 جرام. الحمد لله الكتاكيت كويسة، مفيش فيها أي شيء خالص. درجة الحرارة لسه قرينا حالا 32. الشباك البحري والإبلي مفتوح، تم تثريب تبن نضيف فوق التبن القديم، علف بادي شغال، ولكن حطينا النهاردة ريفو أو الأسبرين، وعملت عنه على القناة أكثر من 5 فيديوهات بتكلم عن أهميته وفوائده وبيعمل إيه وكل الأبحاث اللي اتعملت عليه. نزلته النهاردة على أساس إن بعض الفراخ يعني بتنهك وهو موجود ومتوفر. طبعا يا جماعة الدورة ديت احنا بنتفاعل مع كتكوت، ما كثفناش ادويه كتير، غير ان احنا في الاسبوع الاول كنا بننزل كالسيوم واملاح معدنيه وفيتامينات عشان الكتكوت يقدر يشيل اللحم اللي هيتكون في الفتره اللي جايه. الاسبوع الاول دوت يا جماعه اسبوع او الفتره الاولى من العمر مهمه جدا جدا، وديت بتمثل 30% من شغل التربيه. الكتاكيت بتاعتنا بتنهك، جو طبعا حر جدا، ولكن في ناس برضو بتتسأل على القناة هي في درجة حرارة 32. الجماعة هنا بيربوا الفراخ في دور أول علوي، فوقيه مباني وحوالينه مباني، فتبقى البيوت اللي هي الداخلية دي بتبقى مرتبة شوية، الشمس مش ضاربة فيها. طبعا الناس لا، احنا كل يوم بنتابع الفرخ بنشوف وزنه ايه، الناس تاخد بالها، بنشوف وزن الكتكوت بتاعنا ايه. النهارده بصوا الفرشه جديده هي طربنا، او هم حطوا فوق الفرشه القديمه نسبه من الفرشه الجديده. بنتابع الوزن بتاعنا النهارده اليوم الـ12 420 جرام، حطينا اسبرين بمعدل قرص من الاسبرين على الاربعة لتر مية، حطيت قرص هنا على الاربعة لتر مية. بنقول اللمبة السقف بس هي اللي شغالة، بيعملوا اظلام كل يوم 3 ساعات، بيطفوا النور على الفراخ عشان الفرخ يريح نفسه ويريح جهازه الهضمي وكل الاجهزة بتاعت جسمه ترتاح. كنا ان احنا بنتابع الامور ده هيوات ونشوف الفرخ وهو بيكبر تدريجي وايه اللي بيحصل فيه، فدوت يعني متابعة جميلة جدا جدا يعني. ان شاء الله بكرة الـ13 وهنتابع مع بعض ايه اللي هيحصل ان شاء الله. شكرا لحضراتكم وان شاء الله نتابع مع بعض.